في هذا الفيديو راح يكون عندنا تطبيق بسيط بحيث انه يكون عندي محرك واقدر اتحكم عن طريق الجرافيكال يوزر انترفيس اللي راح نصممه بالبايثون، اسوي له اي عنصر يقدر انه يسمح لي اني اتفاعل واقدر اتحكم بسرعة المحرك. فراح نصمم سلايدر اقدر من خلاله تدريجيا ان اتحكم بسرعة المحرك. نيجي اول شيء نشغل الدائرة ونشوف عمل البرنامج وبعدين نشرح الكود. عنده طبعا في الدائرة عندي محرك موصلة بقطب الـ PWM المايكرو كنترولر عشان اقدر نتحكم بسرعة المحرك. فعندي هنا وصلت المحرك بالقطب RC2 لان في خاصية الـ PWM اللي هي من ضمن وحدة الـ CCP موجل. فكذا راح اقدر اني اعدل عرض النبضة للمايكرو كنترول، اي اني اقدر بمعنى اخر اني اقدر اعدل اللي هو الديوتي سايكل اللي راح يغير سرعة المحرك، يا اما انه بيزيد التي اون عشان يسرع المحرك او انه ينقص يبطئ المحرك. كبر الدائرة. هنا عندي الكود. اجي اشغل البرنامج. اجي احرك عندي. يرسل لي سبيد يساوي. هنا عندي 13. كل ما زيد. خلي اخر شيء. لو نلاحظ ان المحرك اقصى سرعة. هنا عندي اخر شيء. طبعا راح يرسل بيانات كثيرة على حسب، يعني كل ما حرك السلايدر راح يرسل لي البيانات. فلو تلاحظون عدد كثير من البيانات لانه حرك السلايدر بسرعة. فكذا اخر قيمة الاقيها من السلايدر راح ترسل المايكرو كنترولر، والمايكرو كنترولر راح ياخذ هذه البيانات ويستخرجها ويتحكم يحدد سرعة المحرك بناء على هذه البيانات. نجي نرجع على صفر. اخر شيء زيرو. فهذا عند التطبيق. طبعا زي ما شفنا هنا عندي في الجي يو اي عندي سلايدر من زيرو الى 255. طبعا حطينا الى 255 لان عندي الديوتي سايكل اللي حدد سرعة المحرك زي ما تكلمنا في التطبيقات السابقة وشرحناها بالتفصيل في دروس الـ PWM، انه يكون عندي الديوتي سايكل من الزيرو الى 255. يعني الصفر يكون عندي المحرك ما يعني اوف ما يتحرك، وتدريجيا كل ما زيد يغير السرعة يصير أسرع إلى 255 اللي أقصى سرعة. لو نيجي نشوف الكود هنا، طبعا أول شيء استدعينا الـ TK Enter Library عشان أقدر أصمم واجهات رسومية. بعدين عندي من مكتبة الـ TK Enter استدعينا اللي هي disabled واكتف هوريزونتال. هذه راح نحتاجها في تصميم خاصية السلايدر، راح اتكلم عنها بعد شوي. نيجي هنا في المين بروجرام. عندي اول شيء انشأت المين ويندو وهذا التايتل حق النافذة الرئيسية اللي هو الكنترول موتور اب. بعدين حددت حجم المين ويندو. دي المرة استخدمت جيومتري
رودة جيومتري اللي هذا الميثود راح تسمح لي اني احدد السايز حق المين ويندو. فانا حطيته 280 ضرب 110، فبيكون عندي العرض 280 والارتفاع 110. بعدين عندي ما فالمين ويندو ما عندي الا عنصر واحد اللي هو السلايدر اللي من خلال اقدر اني اتحكم سرعة المحرك. قلنا بيتغير تدريجيا من الزيرو الى 255 اقدر اغيره. فهنا عندي اخترت اسم للأوبجكت اللي هو راح يمثل السلايدر، ماي سلايدر يساوي طبعا استدعينا مكتبة تيكنتر دوت سكيل. طبعا السكيل هو الميثود اللي راح يسمح لي اني اقدر انشئ سلايدر واغير خصائصه في عمل البرنامج. طبعا السلايدر بيكون عندي في الروت اللي هو المين اوبجكت اللي هو المين ويندو نفسه زي ما شفنا هنا. هاي طبعا كل المين ويندو، هنا عندي العنصر اللي راح يكون داخل المين ويندو. هنا عندي من خلال التعليم from يساوي 0 يعني بيبدأ من 0، اقل قيمة بتكون هنا عندي 0 to يساوي 255 الى 255. لو اجي اغير احطنا هنا 100، طبعا لازم اتأكد ان نقفل البرنامج شغال، نسوي save. وتلاحظون هنا عندي اقصى قيمة راح تكون 100، رجع ل 255. اورينت راح يكون هوريزونتال، لو تلاحظون شكله افقي. شكل افقي نقدر نخلي فيرتيكال عمودي. هنا عندي الكوماند، اول ما اغير السلايدر راح يقفز للفانكشن الداله اللي سويتها هنا. هذه الداله راح يكون عندي متحول يساوي قيمه السلايدر، قيمه السلايدر الحاليه. يعني اول ما احرك السلايدر هنا بيكون عندي كم؟ 45، فبيقفز لهذه الداله. الجيت سبيد فيربل بيكون عندي يساوي سرعه السلايدر الحاليه من خلال الميثود جيت. اي في هذه الحاله عندي راح يكون الجيت سبيد 45، لان هنا عندي 45. بعدين عندي راح احول هذه القيمه الى انتجر عشان اضمن انه ما يكون فيها ديسمال بوينت. اصلا نحن اول ما نغير السلايدر ما راح يعطيني فلوت لانه ما حددنا فلوت، راح يعطيني انتجر. ولكن اذا كانت يعني عندي بيانات بالفلوت يعني بس اضمن انه يكون عندي انتجر عشان نقدر ان يعني لما نرسل بيانات ما نعدل الديوتي سايكل في المايكرو كنترولر بغير انتجر، عشان يكون انتجر يعني باختصار. بعدين عندي عن طريق السيريال دوت رايت راح ارسل سبيد يساوي، بعدين بعد اللي يساوي راح احول الانتجر سبيد اللي هو في هذه الحاله راح يكون عندي قيمه السلايدر، راح احوله الى تكس من خلال تعليمه str، فراح تحولها لسترينج. بعدين ايضا راح اضمن في السترينج عندي اللي راح ارسله الهاش. طبعا هذا الكوماند كاني قاعد ارسل للمايكرو كنترولر، نجي نسوي كومنت هذه التعليم، كاني قاعد ارسل سبيد يساوي مثلا نفترض ان سرعه السلايدر هنا عندي 91، راح يرسل لي 91. بعدين اخر شيء قلنا طبعا هذه التعليمه جاهزه عندي، كتبت التكست كونستنت اللي سبيد يساوي اللي هذه سبيد يساوي. بعدين هذا القيمه طبعا ما هي كونستنت، هذه متغيره اللي راح تعتمد على السلايدر، فعشان كذا راح احصلها من السلايدر احولها لانتجر، بعدين بحولها لسترينج لان اصلا راح اضمنها انا في سترينج وارسلها تكست للمايكرو كنترولر. بعدين اخر شيء عندي لا ننسى راح ارسل الهاش. طبعا نقدر نغير التعليمه هذه ولكن انا حطيتها كذا عشان نتعرف عليها المايكرو كنترولر لما نبحث.
بعدين عندي اخر شرح اسوي كارج ريتون اند لاين فيد اخر شيء. فهذا عندي البرنامج باختصار. طبعا هنا زي ما قلنا نقدر نستخدم هذا الخصائص للسلايدر اللي الهوريزونتال اكتيف ديسيبل. نحن استخدمنا الهوريزونتال في الاورينت عشان يكون افقي. فمثلا لو اجي نفترض انها هذه التعليمة ما هي موجودة عندي، لو اجي اسوي رن راح يطلع عندي ايرور. طبعا لا نسوي شيء، نقفل سوي سيف رن كده شغال عندي. طبعا نحنا اخطانا هنا، هذا القيمة اللي لازم تكون 255 اقصى قيمة، هذا اللينث اللي هو طول السلايدر. اجي اسوي ران كده من الزيرو الى 255. فلو اجي نجي هنا نسوي كومنت، فكده بيجيني ايرور لانه ما راح يتعرف على الهوريزونتال الموجودة في الاورينت. كده عندي البرنامج شغال. طبعا هذا البرنامج عندي في البايثون. هنا عندي ال طبعا في التطبيقات السابقة الموضوع الجي او اي استخدمنا اللي هي تعليمة باك او الميثود باك. هنا راح نستخدم البليس. طبعا لو نجي نشوف يعني بشكل سريع، طبعا زي ما قلنا هذه التعليمات كلها نقدر نبحث عنها ونلاقيها في النت. زي ما قلنا ان لغة البايثون ما راح تعبنا في ان نلاقي معلومات او شروحات للتعليمات تعليمات اللغة. فمثلا عندي بليس، لو اجي اشوف عندي مثلا في هذا الموقع فيقول لي ان راح تنظم او راح تحط لي يعني الاوبجكت اللي راح انشئه في الموقع اللي انا راح احدده. طبعا راح يعني الداله راح تستقبل بارامترات معينه، فنحن في هذا التطبيق لو تلاحظون ما يعني ما استخدمنا الا الاكس والواي عشان نحدد اللوكيشن او البوزيشن حق الاوبجكت نفسه، اللي طبعا الاكس بيكون هوريزونتال الخط الافقي والواي اللي هو الفيرتيكال عمودي. فنحن من خلال لو تلاحظون حطينا الهوريزونتال اللي هو زيرو، اكس يساوي زيرو، بالنسبه للواي حطينا 30. طبعا نقدر نغير هذه الارقام. لو اجي احط مثلا عندي هنا لو تلاحظون حطيت 30 فتقريبا في النص. لو اجي احط مثلا لو حط 10 لو غير الواي بيكون عندي فوق. سيف ورن. طبعا لازم نقفل البرنامج الاول. سيف ورن تلاحظون طلع عندي فوق. اجي احط 50 راح يكون عندي تحت. اول كان لما حطينا 30 كان تقريبا في النصف. هي طريقة أقدر أنظم فيها الأوبجكت اللي راح أنشئها من خلال برنامج تيك إنتر أو المكتبة مكتبة التيك إنتر. ف بالنسبة للبليس زي ما قلنا نقدر من طريق الإكس والواي نحدد اللوكيشن. ولو نيجي هنا نقرأ طبعا راح تكون عندي أيضا أقدر أستخدم مثلا الهايت والود بتكون في البيكسل، هذا راح يحدد لي اللي هو الارتفاع والعرض. نحن استخدمنا زي ما شفنا في التطبيق اللي هو الاكس والواي راح يحدد الهوريزونتال والفيرتيكال. طبعا هذه القيم بتكون بالبيكسل.
ومن خلال هذه التعليم أقدر أحدد الإطار أو البوردر حق الأوبجكت نفسه. هو بالديفولت يقول بيكون في الإنسايد، أقدر أحطه أوتسايد. لو نشوف هنا عندي إكزامبل، هنا البوردر بوردر مود يساوي أوتسايد. فنقدر نستفيد من هذه البارامترات بحيث ان يعني نحدد موقع الاوبجكت عندي في المين ويندو. طبعا بنفس الموقع ايضا يشرح لي اللي الباك ميثود اللي شفناه في التطبيقات السابقة. يقول لي ان تقدر يعني تستقبل ثلاث بارامترات expand وفيل وسايد. من خلال السايد مثلا نفترض ان استخدمت السايد، لو تلاحظون هنا انشا اللي هو البوتن، بعدين وش حط اسم البوتن دوت باك، استخدم الباك. فاذا خليناه فاضي راح هو يختار المكان المناسب يحطه لي في المين ويندو زي ما شفنا في بداية تطبيقات الجي يو اي. ولكن هنا هو حدد السايد حطه ليفت، فبيكون عندي في اليسار. وهنا عندي السايد اذا حطاه بوتن بيكون اسفل. فزي ما نشوف هنا نقدر نحدد هذه الاشياء باستخدام الباك، بس نغير البارامترات. نجي نشوف الكود في السي. عندي هنا المين بروجرام ما في الا داله واحده اللي هي كنترول موتور. فلو اجي اشوفه راح يكون عندي تعليمتين. طبعا نقدر نتجاهل هذه التعليمه ما راح نستخدمه في هذا التطبيق، اللي هي راح يبحث عن هل المحرك طافي يعني موتور يساوي اوف بعدين هاش، هذا ما راح نرسله عن طريق البايثون. فهنا في هذا التطبيق نقدر نتجاهل هذه الداله، ما راح نحتاجها او نحذفها افضل. فهنا عندي في هذه الدالة إذا البيانات عندي جاهزة وش راح أسوي؟ من خلال التعليم find get string زي ما شرحنا في الفيديوهات السابقة استخدمنا أكثر من مرة، راح أبحث في ال rx buffer، بعدين راح أستخرج منه ال speed. يعني باختصار راح أخذ القيمة اللي هي بعد ال speed لأن هي اللي تهمنا، القيمة اللي بعد اللي يساوي هي اللي راح تهمنا. هذه القيمة طبعا اللي راح تحدد سرعة المحرك بتكون محصورة بين speed يساوي والهاش آخر شيء. فنحن لابد أن في ال find get string عشان نستخرج هذه القيمة لابد أن نرسل في البارامتر الأول، نرسل القيمة اللي هي على جهة اليسار من ال value اللي بنطلعها. فهذه الحالة عندي هنا speed يساوي كم كاركتر لازم اسوي باس اللي كم حرف، 1 2 3 4 5 6. فهنا حطيت 6. بعدين اخر شيء عندي اللي هي الهاش، طبعا بعد ما راح يتعدى الهاش لان القيمة اصلا راح تكون قبله، فنحطه بزيرو عشان لا يضمن الهاش مع السبيد. بعدين راح نحطه في سترينج عندي هنا في تكست مصفوفة، راح استخرج هذه القيمة اللي هي قلنا بتكون بين سبيد يساوي والهاش. يعني هنا نفترض مثال انا حطيت 50 مثلا في الكومنت، راح يطلع الـ50 ويحطه هنا. طبعا لأول ما يطلعها راح تكون تكست لأن انا اصلا برسلها تكست كتكست عن طريق السيريال URT. فمن خلال التعليمة طبعا لازم يكون عندي متحولين. لو نجي نشوف هنا في الديكلاريشن عندي هنا هذا راح اخزن فيه السبيد تكست وهنا الانتجر. فهنا عندي طبعا قلنا هنا بيكون تكست، فعندي سبيد داش انت وش يساوي؟ من خلال التعليمه اللي الاتوي في السي راح تحول لي التكست نمبر اللي موجود هنا الى انتجر، بحيث ان اقدر اتعامل معه واسوي بروسس في البرنامج واحدد سرعه الديوتي سايكل
او سرعة المحرك عفوا. فهنا راح ياخذ الرقم الموجود كنص يحوله لانتجر، بعدها راح يشغل لي البي دبليو ام في المايكرو كنترولر، وراح يحدد الديوتي سايكل من الفاليو اللي استقبلناه من البرنامج، بعدها راح يسوي ريست للبفر. بعد عندي البرنامج باختصار. فلو نجي نشوف عندي في ال عندي قلنا طبعا لازم نستخدم اللي هو الار سي 2 في المايكرو كنترول، لان هذا القطب يدعم خاصيه البي دبليو ام. بعدين لا ننسى ايضا تعريف، طبعا نحط القطب الموصل فيه المحرك كخرج، لان راح نطلع من خلاله نبضات نحدد سرعه المحرك. بعدين عندي مبدئيا حطيت الديوتي سايكل اللي هي قيمة السبيد في البداية، اللي راح تكون عندي بزيرو. فلو هنا نسوي كوبي، بعدين هنا نسوي بيست، فكذا عندي مبدئيا ايش راح يكون؟ راح يكون بزيرو الديوتي سايكل، يعني ما راح يكون المحرك شغال. طبعا هنا تعريف البي دبليو ام، حطيت التردد 500 هرتز، طبعا نغير على حسب الحاجه، ولكن نحن بس نبي نفهم كيف ان اقدر يعني من خلال البرنامج نتحكم بسرعه المحرك. ما عندنا تردد معين عشان نضبط فيه او نطلع فيه النبضات، فانا حطيته 500 هرتز. وهنا عندي الفايند جيت سترينج شرحناه بالتفصيل في الفيديوهات السابقة. فهذا كان عندي التطبيق اللي هو كيف اقدر اتحكم بسرعة المحرك باستخدام السكيل او السلايدر في البايثون.